بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حيا الله بناتي طالبات الصف الثاني ثانوي في مادة الحاسب وتقنية المعلومات 2. كنا قد تعرفنا في الوحدة الثالثة على تقنيات البرمجة والأجهزة الذكية. تعرفنا على مفهوم الأجهزة الذكية، أنواع الأجهزة الذكية وأنظمة تشغيل الأجهزة الذكية وتطبيقاتها. بإذن الله اليوم سننتقل للوحدة الرابعة من وحدات حاسب 2، ألا وهي وحدة الخدمات الإلكترونية. سنتعرف على مفهوم الخدمات الإلكترونية والخدمات المقدمة في الإلكترونية المقدمة في المملكة العربية السعودية. دعونا نتعرف أولا على مفهوم الخدمات الإلكترونية. في البداية، الخدمات الإلكترونية هي المقصود بها الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في تقديم وتسهيل الخدمات. التقنيات السابقة اللي تعرفنا عليها اللي هي الشبكات، أمن المعلومات، التطبيقات، الأجهزة الذكية. هذه التطبيقات أو التقنيات الخاصة بالحاسب وتقنية المعلومات نستفيد منها لتقديم وتسهيل الخدمات المقدمة سواء المواطنين والمقيمين. ما هي فوائد الخدمات الإلكترونية؟ أولا، هي إجراء عمليات منظمة وإجراءات مبسطة أثناء التعاملات اللي يحتاجها المواطنين والمقيمين لخدماتهم. كذلك توفير الوقت والجهد على المستخدم. كذلك من فوائد الخدمات الإلكترونية ربط الإجراءات والتعاملات ذات العلاقة فيما بينها ودقة عالية في الأداء العمليات هذه. كذلك التقليل من وجود الازدواجية في الإجراءات والتعاملات. من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة عندنا في المملكة العربية السعودية، عندنا الحكومة الإلكترونية. سنتطرق للحكومة الإلكترونية، مفاهيمها، أهم الحكومات الإلكترونية المقدمة عندنا. كذلك النوع الثاني ألا وهو من الخدمات الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، وكذلك الجامعات الإلكترونية. إذن هذه أهم الخدمات الإلكترونية اللي هي الحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، والجامعات الإلكترونية. دعونا نغوص بشيء من التفصيل في الحكومة الإلكترونية. في بداية، الحكومة الإلكترونية هي تسعى الحكومة الإلكترونية لتخليص المراجعين من زيادة الجهات الحكومية. تحويل المراجع إلى خدمات إلكترونية يمكن إتمامها عن طريق شبكة العنكبوتية فقط أو شبكات الإنترنت. فوائد الحكومة الإلكترونية: توفير الوقت والجهد، الحد من الازدحام المروري في الطرق، تحقيق الرضا وتسهيل الإجراءات على المواطنين. كذلك عندنا خفض التكاليف المادية اللي هو الحكومات الإلكترونية. عندنا مشروع يسر، هو برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية. عندنا مشروع تشرف عليه وزارة الاتصالات لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. برنامج يسر هذا هو برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، بحيث أنه يسير الأعمال الحكومية تقديم الخدمات وتبادل المعلومات، بحيث يطرح يعني جميع الأفكار والمشاريع لتخدم الحكومات الإلكترونية وتسهل عمليات التعاملات الإلكترونية. هذا المشروع طبعا تشرف عليه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. يقوم بدور الممكن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. يقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن. يسهم في التنسيق بين الجهات الحكومية في ذلك. هذا هو بالنسبة لمشروع يس. هل يمكن ذكر اختصار الجهة الحكومية عند كتابة عنوان صفحة في متصفح الإنترنت؟ سبق وأخذنا اللي هو دائما إذا طلعنا على الرابط نرى الرابط في نهايته يحتوي على .gov اللي هو government. فبالتالي هذا الاختصار هو اختصار للرابط بأنه من مصدر حكومي أو جهة حكومية
نفس الشيء نظام نور عندنا. نظام نور يعتبر من الحكومات الإلكترونية، ولو اطلعنا على نظام نور لوجدنا أن رابطة اللي هو .gov الخاص بالgovernment الحكومة. عندنا أمثلة على الخدمات الإلكترونية في المملكة: التقدم بطلب الوظيفة من خلال موقع جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية، فهذا موقع حكومي فأنا أتعامل مع حكومات، إذا هذا نوع من أنواع الحكومة الإلكترونية موقع جدارة. عندنا كذلك حجز المواعيد للعديد من الإجراءات الحكومية كحجز موعد عند كاتب العدل عن طريق وزارة العدل، موقع وزارة العدل، هذه كذلك من الحكومات الإلكترونية. عندنا تسجيل موعدك بالمستشفى ومتابعته، ممكن الاستفادة من بعض الخدمات الحكومات الإلكترونية تسجيل مواعيد وما إلى ذلك عن طريق المواقع الخاصة بالمستشفيات الحكومية. عندنا متابعة سجلك الدراسي عبر موقع نور، هذا الخاص، الموقع الخاص بنور كذلك يعتبر من الخدمات الحكومية المقدمة. كذلك التحكم في بعض الإجراءات المرورية والاستعلام على المخالفات المرورية وتسديدها عن طريق وزارة الداخلية والتطبيقات الخاصة بوزارة الداخلية. استخراج تأشيرات الخروج والعودة وإنهاء إجراءاتها عن طريق صفحة الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية. هذه كلها خدمات حكومات إلكترونية تقدمها لنا المملكة العربية السعودية، ولله الحمد نحن نعيش في بلادنا الحرمين اللي تقدم وتحرص على رضا المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. أنواع تعاملات الحكومة الإلكترونية: في أكثر من تعامل مع الحكومة الإلكترونية، قد يكون تعامل حكومة وأعمال government to business، يقصد بها التعاملات بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، يكون في تعامل بين الجهة الحكومية والقطاعات الخاصة، هذه نسميها حكومة وأعمال government business. بالنسبة للنوع الثاني من التعاملات، قد يكون حكومة ومواطن government customer، زي ما هو حاصل الآن في التطبيقات الحكومية زي أبشر، وإحنا نتعامل مع جهة حكومية، إحنا كمواطنين نتعامل مع جهة حكومية، إذن government customer. يقصد بها التعاملات بين الجهات الحكومية والمواطن. كذلك قد يكون فيه تعاملات بين حكومة وحكومة government to government، يقصد بها التعاملات بين الجهات الحكومية المختلفة. ننتقل للنوع الثاني من الخدمات الإلكترونية المقدمة في المملكة العربية السعودية، ألا وهو التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية المقصود بها هي مجموعة متكاملة من العمليات التجارية والاقتصادية باستخدام وسائل التقنية. مزايا التجارة الإلكترونية: أولاً، تحقيق الشفافية بالتواصل عن بعد بين الطرفين. 2- خفض التكاليف. 3- تسهيل الإجراءات والنمو السريع. كذلك تحدد الفرص الوظيفية محليا. أنواع التعاملات التجارة الإلكترونية: زي الحكومة الإلكترونية سابقا ذكرنا أنه يكون في تعاملات في التجارة الإلكترونية، بيكون في تعامل تاجر لتاجر business to business. التعاملات والخدمات التجارية تكون بين الشركات، وقد تكون معاملات شرائية أو معاملات معلوماتية بين الطرفين، بين تاجر وتاجر. كذلك قد يكون معاملات تاجر لعميل. تعاملات تكون بين الشركات والمستهلكين، من أمثلتها موقع الأبل ستور، هي شركة تتعامل مع عملاء. كذلك عندنا عميل لتاجر customer to business، هي التعاملات والخدمات التي يقدمها العملاء للمؤسسات التجارية، من أمثلتها مواقع الإعلان عن الوظائف، أنا customer أقدم CV الخاص في لتاجر اللي هو business. عندنا كذلك التعاملات التجارية اللي هو عميل لعميل customer to customer، التعاملات التجارية بين المستهلكين مثل المتاجر الإلكترونية الشخصية اللي موجودة سواء في الانستغرام أو في التويتر وغيره.
أشهر خدمات التجارة الإلكترونية؟ عندنا التسوق الإلكتروني، من أشهر خدمات التجارة الإلكترونية هو التسوق الإلكتروني. عندنا كذلك تسيير التعاملات التجارية، وكذلك عندنا خدمات العملاء اللي تقدمها بعض الشركات. التسوق الإلكتروني هو عمليات البيع والشراء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، يعد من أشهر خدمات التجارة الإلكترونية. وسائل التسوق الإلكتروني عندنا أولا تسوق عبر القوائم البريدية من خلال إنشاء قوائم بريدية للعملاء، تزويدهم برسائل إلكترونية بالمنتجات. عندنا ممكن شركة إكسترا مثلا تقومين ب اللي هو تفعيل خدمة البريد الإلكتروني والرسائل البريدية، تصلك على بريدك الإلكتروني أحدث الإشعارات والخاصة بهذه الشركة. عندنا كذلك التسوق عبر الشبكات الاجتماعية، ممكن عرض المنتجات باستخدام الشبكة الاجتماعية مثل تويتر، فيسبوك، والإنستغرام. عندنا الآن مثلا هذا حساب يبيع منتجات خاصة بالرياضة، موجود في الإنستغرام. لابد أن يكون موثق لدى معروف، لابد أنك تكونين حريصة عند التسوق بالمواقع التواصل الاجتماعي أن يكون موثق لدى معروف. معروف هي خدمة من وزارة التجارة تخص من يتعامل في التجارة الإلكترونية. قبل ما تشتري تأكد من المتجر عبر خدمة معروف الإلكترونية. كذلك عندنا التسوق عبر مواقع الشركات، ممكن إنشاء متاجر خاصة بمنتجات الشركة عبر موقع إلكتروني يعرض فيه منتجات. ممكن تروحين موقع شركة اتش بي مثلا وتتسوقين وتتصفحين من خلال موقعهم الخاص بهم. كذلك التسوق عبر الأسواق الإلكترونية أمثلة إي باي، أمازون، سوق دوت كوم، نون، جولي شيك. هذه المواقع كلها تعتبر شركات كلها موثقة لدى معروف. عندنا الأسواق الإلكترونية هي مواقع تقدم خدمة البيع والشراء بأساليب تفاعلية أكثر جاذبية، توفر خدمة الدفع الآمن وتوفر خدمة التوصيل. تقدم بعض المواقع الإلكترونية التجارية متاجر إلكترونية للتسوق، كما تقدم خدمة توفير متجرك الخاص ويتم عن طريق عرض مبيعاتك والبحث عن حاجتك. مخاطر التسوق الإلكتروني: أولا التأكد من وجود علامة الأمان الأساسية لمداولة التعاملات التجارية والمالية الآمنة، وهي الـ HTTPS، سبق ذكرت لها لكم في خدمة أو في وحدة الأمن المعلومات في بداية عنوان الموقع. لابد أنك تتأكدين من بروتوكول HTTPS. اثنين، عدم إعطاء معلومات خاصة لجهة غير معروفة. ثلاثة، قراءة نهج الخصوصية والأمان، البحث عن تعليقات الأعضاء والزوار لمعرفة ردود الفعل على المنتج، التجربة بشراء سلعة تجريبية وعدم الشراء مرة أخرى إلا بعد الاستلام، استخدام عمليات الدفع الآمنة أو الأمنية، تسيير التعاملات التجارية. من أمثلة على هذه التعاملات إبرام عقود، صفقات عالمية، تعاملات مصرفية، فواتير إلكترونية، كذلك كتالوجات الأسعار وإجراءات الشحن. من كذلك التجارة الإلكترونية عندنا خدمة العملاء، طبعا قدمت التجارة الإلكترونية أسهل الطرق لخدمة العميل والتواصل معك، التواصل مباشر من أي مكان، حل المشكلات فوريا، متابعة مدى رضا العميل عن المنتجات والتعاملات، وتحقيق العديد من الخدمات. ننتقل للنوع الآخر أو الخدمة الثالثة المقدمة في المملكة العربية السعودية من الخدمات الإلكترونية، ألا وهي الجامعات الإلكترونية. طبعا المقصود بالجامعة الإلكترونية هنا مؤسسة أكاديمية تهدف إلى تأمين أعلى مستويات التعليم العالي للطلاب في أماكن إقامتهم بواسطة الشبكة العالمية، وذلك من خلال إنشاء بيئة تعليمية إلكترونية متكاملة تعتمد على شبكة متطورة. مزايا الجامعات الإلكترونية: واحد، تعد أحد الحلول الفعالة لمواجهة النمو السكاني والبعد الجغرافي. اثنين، تسهل إمكانية الاستفادة من أساتذة متميزين داخليا وخارجيا دون نقلهم من موطنهم.
3 خفض تكاليف التعليم الجامعي للطالب والجامعة. 4 جعل التعليم أكثر مرونة من حيث تنظيم جدول الطالب اليومي بما يتناسب مع ظروفه. 5 توفر على الدولة تكاليف الابتعاث إلى الخارج لفترات طويلة المدى. 6 تراعي الفروق الفردية بين الطلاب حيث يمكن للطالب أن يتعلم وفق قدراته دون الشعور بالحرج من زملائه. كذلك توفر التعليم للأشخاص الذين لا تسمح لهم طبيعة عملهم وظروفهم الخاصة بالالتحاق بالجامعة. أمثلة على الجامعات الإلكترونية، عندنا الجامعة السعودية الإلكترونية تقع في الرياض، لها عدة فروع أخرى في المملكة. هذه الجامعة السعودية الإلكترونية تحتوي على العديد من التخصصات تخدم المؤسسات وقطاعات الأعمال الأخرى. عندنا كذلك جامعة المعرفة العالمية تقع في المملكة، متخصصة في الدراسات القرآنية، علوم القرآن والتفسير. هذه جامعة المعرفة العالمية. أما بالنسبة لجامعة المدينة العالمية فهي تقع في ماليزيا، مؤسسة تعليمية غير ربحية. هذه جامعة المدينة العالمية. هذا بالنسبة للجامعات الإلكترونية. كذلك من الخدمات الإلكترونية التي استحدثت حاليا اللي هي التعليم عن بعد. بسبب أزمة كورونا أصبح عندنا الآن اللي هو صعوبة الدراسة حضوريا بسبب الأزمة، فاستحدثت وزارة التعليم عن بعد والمنصات التعليمية، ولله الحمد لاقت رواجا كبيرا، وتم الاستعانة بالمنصات التعليمية ولله الحمد عن طريق الخدمات الإلكترونية اللي تقدم في المملكة العربية السعودية. وبكذا انتهينا من وحدة الخدمات الإلكترونية. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أراكم بإذن الله في درس آخر. إلى اللقاء.